موضوعنا ببلوك نوت عن اليوغا. اليوغا اللي قديه مهم للصحة، قديه مهم للحياة، قديه مهم للستريس. رح نحكي عن هالموضوع مع دلال حرب. صباح الخير دلال. صباح الخير ريتا. رانيو. رانيا، سألتك اسمك 3 مرات بسيطة لأنك مركزة على المهرجان اللي منظمتي. حضرتك منظمة مهرجان بيروت يوغا فاستيفال اللي راح بيصير ب 20 سبتمبر لنهار واحد من الساعة 7 بكرة للساعة 7 عشية. سنة أول سنة بيصير هالمهرجان اللي هو من فكرتك ومن تنظيمك. بدي تخبريني كيف طلعت هالفكرة وكيف كان التنظيم؟ أكيد كان في شوية صعوبات. الفكرة صراحة هي بلشت طلعت من فكرة كتير بسيطة على نهار صبح خلال التأمل، وكانت الفكرة كتير واضحة وأكيد أكيد إجت من حاجة شخصية ومن حاجة كمان العلاقة بالمحيط اللي عايشة فيه. فبقول بكل بساطة لحالي أنه دلال لازم تعملي مهرجان بيروت لليوغا، أو لازم تعملي مهرجان له علاقة باليوغا لأنه أنا بعلم يوغا. ومن وقت ما كنت هون بلبنان لهلا في كتير صار في كتير عالم بيعرفوا عن اليوغا، انتشرت اكثر، توسع نطاقها اكثر، صار العالم سامعين او حتى اذا مش حتى مجربين يعني اليوغا. قلتي لي نابعه من حاجه. نعم. الحاجه لشو؟ الحاجه هي بكل بساطه انه ناخذ نفس. نعم. مشان هيك عنوانه للنهار اسمه خود نفس. حلو. يعني خد نفس هي كمان على اللبناني وقت بتقولي لحدا تاني انه خد نفس، روق بالك، اسمعني، خليني اتعاطى انا وياك. وخد نفس لانه النفس هو العامل الاساسي بتمرين اليوغا وباليوغا وقت بتكون عم تعمل. لازم تاخذي نفس كرمال تروقي نبضك، كرمال تروقي ضغطك، كرمال تقدري تلاقي نوع من الاتصال بين جسمك وبين عقلك. فهون يمكن أهمية الأكسجين إذا لنحدد يمكن بالنفس إنه قد مفيد هو للصحة. النفس هو بحد ذاته بكل مكوناته كتير منيح، وهو الرابط إذا بديك، هو الفيل كوندكتور يلي بين الجسم وبين العقل، لأنه هو كمان بيشتغل على جهاز العصبي تبعك، هو اللي بيشتغل كمان على أعضائك الداخلية، بيشتغل كمان على كل شيء عندك بالدماغ أما بالرأس حتى. كرمال يروق البال، كرمال تروقي النبض، كرمال كمان تصير افكارك واضحه. يعني ما يكون في عندك انت العواطف والاحاسيس وكلها هي اللي عم تتحكم بجسمك. خلي يكون الفكر هو اكثر اوضح، وهو يقدر كمان يتعاطى، ما جسمك يروح عكس ما عقلك هو بده. نعم. يعني هدف هيدا الشيء. يعني هدف المهرجان هو وكانه نوع من توعيه على اليوغا، على منافع اليوغا بالحياه، قد ايه الاشخاص ممكن يستفيدوا من هالموضوع من خلال المهرجان. واحدة من أهداف المهرجان هي فعلاً التوعية حوالى موضوع اليوغا. والمهرجان معمول كمان بطريقة ومنظم بطريقة، والمشاركين فيه يلي هن أساتذة، يلي هن أكثر أساتذة عندهم خبرة بأكبر مدارس لليوغا بلبنان. كرمال العالم يلي ما بيعرفوا عن اليوغا ويلي حشريين يمكن بدهم يعرفوا زيادة، بيقدروا يطلعوا على هيدا النهار ب 20 أيلول، يعني بعد أقل من 10 أيام من هلا، نهار السبت، بيقدروا يطلعوا لفوق ويكونوا على اتصال مباشر مع الأساتذة يلي هن بمقدورهم يعطون المعلومات المضبوطة عن اليوغا. بيسألون حيلا سؤال، بيجربوا الصفوف، لأنه في 10 صفوف يوغا من الساعة 7 الصبح ل7 عشية، صف ورا الثاني، وفي كمان صفوف تأمل بذات الوقت كمان عم بيمشوا، وكمان في مثل سوق ماركت بليس بالتوازي كمان عم بيمشي مع صفوف اليوغا ومع صفوف التأمل. وهيدا الماركت بليس هو كمان كل العالم اللي موجودين هناك لهم علاقة إما بالإنتاج الغذائي الميكروبيوتيك والأورجانيك، يعني بيعملوا عصير طبيعي، اللي بيعملوا أكل عضوي، اللي بيعملوا أكل ميكروبيوتيك، وعالم كمان لهم علاقة بالهيلينجز، يعني بالأساليب حتى يلي بتساعدك إنك تكوني مرتاحة أكثر بجسمك ومرتاحة أكثر بعقلك، ويكون في على طول هيدا التواصل وهيدي الحوار بين الجسم وبين العقل. فكله سوا مجموع كرمال هيدا النهار عن جد تقدري تاخدي فيه نفس من كل قلبك ومن كل الرواية تبعك. ونقينا هيدا المكان ببلاناتير فو، هو مكان أخضر ولا أجمل من هيك. يعني عندك العشب على الأرض فيك تمشي حفيانة، في عندك الشجر، في عندك الصخور، في الهواء، في الشمس. هيدا المكان مجرد أنك حطيت إجرك فيه رويك بيفتحها وبتتنفسي. فشو بدك احلى من انه هيدا النفس كمان عم بيصير دوبل وتريبل وقت بتجربي صف يوغا، وبتكوني انت كمان عم بتشاركي بطاقتك مع العالم الباقيين يلي همهم مثل همك، يعني همهم انه يعرفوا انه في حياه غير حياه الستريس، وفي حياه غير حياه الضغط.
والمتاعب والمشاكل اللي بتعيشيها بكل يوم واللي بلبنان كمان عم تصير شوي شوي أتقل وتقيلة على الكتاف وعلى الصدر. نعم. أجلي هدف من الأهداف هو التوعية، الأهداف الأخرى شو كانت لما حطيت هالفكرة براسك وبلشت تنفيذها دلال؟ الهدف يلي هو ذكرته هلأ هو أنه تجمعي بين العالم. نعم. كل العالم يلي عم بيفتشوا ويلي بيودن انه يلاقوا بديل ويعرفوا انه بديل للحياه تبع كل يوم، الحياه اللي كثير سريعه واللي كثير عم بيكون فيها ضغط بلبنان، كرمال يلاقوا بديل لهيدا الشيء ويتعرفوا كمان على اليوغا كمنهج ومنهج بيقدم لهم وسائل يقدروا يحطوا اجرهم لورا، يرجعوا شوي، يبعدوا عن الفوضى، يبعدوا عن ستريس، يبعدوا عن القلق، يبعدوا عن قلة النوم، عن كل الأشياء اللي بدل ما تخليك تكون أنت ماشي برواق وجسمك مقوم وعقلك واضح وأفكارك واضحة، عم بتكوني مسكرة على حالك من وراء كل الهموم اللي عم تقعد على كتافك. ومعناتها النتيجة شو عم بتكون؟ يعني من وراء هالحاجات اللي تفضلتي وقلتي عنها ومن وراء هالستريس اللي عايشينه اللي ممكن يخليك تنغلقي على نفسك وما تعرفي تاخدي نفس مزبوط، شو عم بتشوفي على الأرض مشاكل دلال؟ من وراء هالموضوع بالذات؟ مشاكل عديدة صراحة، هي بتخيل مش انا ما عم بشوف شيء انتم ما عم تشوفوه كمان او كل حدا عم بيشوفه. يعني المشاكل هي وقت بيكون في عندك قله بال، وقت بيكون في عندك العالم اللي عم بيعصبوا على بعضهم بعجقه السير، هيدي منها شخصيه اللي عم بيكسر عليك واللي بعيط وبيفتح اللي بيفتح الشباك وبصير يصرخ، هيدا يمكن ما عم بيصرخ عليك، عم بيصرخ يمكن على حاله على تقل المشاكل اللي عنده اياها على كتافه والعصبيه اللي عنده اياها وعم بيعيشها بنهاره. في الأمراض. مشاكل كمان تاني في الأمراض، أكيد أكيد كل الأمراض يلي هي منا أمراض إذا مباشرة، يعني أنا ضربت إيدي بالطاولة بحس دغري بوجع، في أمراض تجي بدون ما تكون أنت عاملة شيء سبب، هيدي بتطلع كمان لأنه نفسية تعبانة ولأنه محيطك منه مرتاح، لأنه جسمك عم بيروح مطرح، عقلك عم بيروح مطرح، اللي عم بتقوليه واللي عم تتواصلي فيه كمان مختلف تماما عن الجسم وعن العقل. نعم. هيديك نهار كنت عم بعمل هيك رشاش صغيرة عن شو يعني السعادة، الهابينس شو تفسيرها ممكن يكون، فكان في تفسير كتير حلو وكتير هيك جذبني لفتي. هو انه السعادة هي وقتها يلي بتحسيه بقلبك ويلي عم بيقطع بفكرك ويلي بتقوليه للعالم هو ذاته واحد. يعني بالعربي الدارج نحن باللبناني منك مفصومة عن حالك. نعم. وقتها بتكوني انت بين احساسك وبين افكارك وبين اللي عم تقوليه هو واحد ومتوازن مع بعضه وذات الشيء، ساعتها بتوصل انت لحالة من السعادة وفيك تقدر تكوني عايشة فيها. نعم. محضرتي لنا فيديو صغير رح منشوفه سوا ومنتابع حديثنا.
نحن أخذنا سوا نفس بهالنفس الحلو اللي عطيتينا إياه بهالفيديو دلال. كتير ناس بيقولوا أنا ما عندي وقت لحتى أعمل يوغا، أو يمكن ما بيأمنوا بكل بساطة باليوغا. شو بتقولي لهم اليوم؟ هل ممكن أيضا بخلال المهرجان يتعلموا يمكن بعض التقنيات أو بعض النصائح لحتى يقدروا يستعملوها بحياتهم اليومية من دون ما يفوتوا بصف يوغا لضيق الوقت عند بعض الناس؟ صراحة الوقت عطول بتلاقى، يعني المهم انك تعرفي كيف تقدري تركبي الوقت بحسب حاجاتك وبحسب اولوياتك. يعني انا على طول في كثير عالم بيجوا لعندي مثلا على الصف بيقولوا لي ما عندنا وقت، ما فينا ناخذ ثلاث صفوف بالجمعه او ما فينا ناخذ صفين بالجمعه. بقول لهم ما حدا مطلوب منه انه ياخذ ثلاث صفوف اما صفين اما كل يوم. وهو صف اليوغا يمكن مدته طويله، هو ساعه ونص صحيح بالمبدا، ساعه ونص لساعتين. نعم على طول بقول لهم انه اذا فيكم تلتزموا بس بصف واحد، بعدين بس تلتزموا بهيدا الصف شوفوا بعدين كيف ممكن الجدول تبعكم يكون، يمكن تزيدوا صف ثاني، يمكن تزيدوا صف ثالث، بس ما تبلشوا بشيء كبير مش قادرين له، بلشوا بشيء صغير على قد ما هو وقتكم بيسمح لكم، وبعدين بصير فيكم تزيدوا صفوف. هلا بالنسبه للعالم يلي بحياتهم مش مجربين صف، هيدا المهرجان هو لهم، يعني تحصيل حاصل يلي بيعملوا يوغا انه يطلعوا على هيدا المهرجان ويشاركوا، لانه مهرجان لليوغا وبيحكيهم باللي عم بيعملوه. ولكن العالم يلي ما لهم علاقه باليوغا، يلي حشريين يعرفوا اكثر او بحياتهم ما قدروا لانه لضيق الوقت انه يجربوا صف يوغا، فيهم نهار سبت نهار فرصه يطلعوا لفوق ويجربوا هودي الصفوف، يشوفوا في البروجرام تبع كل الصفوف كل صف من نوع عم نحكي عن المهرجان. عم بحكي عن المهرجان طبعا. صح، بيقدروا يطلعوا يجربوا النهار، يشوفوا اي نوع من اليوغا بيقدر يحكي لهم جسمهم اكثر، فيهم يتواصلوا مع الاساتذه يسالوهم كل الاسئله اللي عابلهم يسالوها، وبعدين على ضوء هيدا الشيء بيقدروا يجربوا. ولكن يمكن هون بتنصحي دلال انه مش كثير تتجرب اليوغا على صعيد شخصي لحاله الشخص بالبيت، لانه ممكن يكون في اشياء مش كثير ظابطه، او اذا تعلم من التي في او من ويب سايت او اي شيء اخر كمان لضيق الوقت، ويمكن لانه بيضطروا يضلوا بالبيت. ما بتنصحي بهالشيء حضرتك؟ هلا الهوم براكتس هو مبدا، يعني التدريب التمرين بالبيت هو مبدا منه كثير غريب على اللي بيعمل يوغا، فممكن انت وقتها توعي الصبح تعملي 10 دقائق تكون هيدي اليوغا تبعيتك، اما قبل ما تنامي كمان تعملي 10 دقائق هيدي اليوغا تبعيتك. ولكن اذا ولا مره انت مجربه تعملي يوغا، الافضل انك تكوني بصف، والافضل انك تكوني مع استاذ، لسبب كثير بسيط انه وقتها بيكون في عندك ارشاد من هيدا الاستاذ بتقدري انت تعرفي اذا عم تعملي صح او عم تعملي غلط، لانه باليوغا ممكن ياذي، ممكن ياذي اذا ما عرفتي تعملي ايه، لانه مش مين ما كان بيقدر هيك يوقف على راسه مثلا. صح. ووقفه الراس هي منها اكروباسيه، هي لانه في لها منافع معينه للجسم، لها كمان طريقه ولها بعد اذا بدك اكثر من الشكل الجسدي اللي هو عم بينعمل. فكل ما انت تقدري تروحي او يصير لك فرصه انك تروحي لعند استاذ عنده خبره وبيعرف كثير منيح شو يعني يوغا وصار له سنين عم بيعلم، كل ما كان افضل واحسن، والتقدم تبعك والنتائج اللي بتاخديها بتكون اسرع بكثير. دلال، خلال المهرجان بهالنهار اللي ممكن يستفيدوا منه كثير محبي اليوغا او اللي حابين يتعرفوا على اليوغا، هل رح يكون في هيك هالبعد الروحي اللي دائما بتحكوا عنه لليوغا؟ يعني هل ممكن يتعرفوا ليه؟ شو الاساس؟ لوين بتودينا يعني والى ما هنالك؟ اكيد اكيد، لانه التمرين الجسدي اللي ممكن تعمليه انت بالصف ما ممكن ينفصل حتى عن نفسيتك. نعم. ممكن ينفصل عن روحك. نعم. يعني اذا عم نقول انه اليوغا هي بمعناتها يعني الاتحاد، يونيون، الاتحاد بين الجسم وبين العقل، ما ممكن كمان انه تخلي جسمك يكون هو عم بيعمل تمارين جسديه ويكون منفصل تماما عن حاله فكري، كيف ممكن؟ فكل واحد عنده بعد روحي خاص فيه، وهيدا النهار هو كرمال كل شخص يقدر كمان يرجع يطلع على حاله من جوا ويكتشف شو هي الابعاد يلي بتناسبه لإله. سريعا بدنا نذكر بالديت والمكان المهرجان. نعم. المهرجان بيروت لليوغا رح يكون ب 20 ايلول نهار السبت ببلان ناتور بالمنصوريه. المهرجان بلش من 7 الصبح ل 7 عشيه، وفي امر كثير مهم لازم ذكر فيه هو انه هيدا المهرجان لا يبغي الربح. في دخوليه اللي هي 20,000 للاشخاص اللي فوق 16 سنه، لانه تحت 16 سنه هن مجانا بفوتوا. كل ريع المهرجان عم بيعود للصليب الاحمر اللبناني كتقديم لهم.
والأشخاص يلي كمان بيدفعوا الدخولية تنقل لهم شكراً لأنه طلعوا لفوق على المهرجان وشاركوا فيه، بيكون اسمهم بيروح على سحب القرعة بآخر النهار، وسحب القرعة بتربحهم جوائز عديدة، واحدة من الجوائز جائزة كتير حلوة هي بطاقة طيران على نيبال كرمال يروحوا على بلد كمان في روحانية كتير كبيرة وفي له علاقة كتير كبيرة باليوغا. حلو كتير، يعطيك ألف ألف عافية دلال حرب، نحن متمنى لك كل التوفيق، ولا محبي اليوغا بيعرفوا وين يلاقوكم، أهلا وسهلا فيك. شكرا. بريك صغير ومنتابع MTV على